ليلى محمد تهوى الكتابة من عشرات السنين، وهذه المرة تعبر للألم بخطوات تمشيها كل مرة للمستشفى، متناسية مرحلة غسيل الفشل الكلوي. أنا جزء لا يتجزأ من هالمجتمع الغالي، فقصص الكفاح كثيرة، وأليت على نفسي أني أستمر. إذا أبغى النجاح في حياتي أستمر، لأنه الإعاقة ليس في الجسد، الإعاقة في الفكر. والحمد لله اليوم لي 6 سنوات وأنا أعاني من هالمرض، غسيل كلى، سكر، ضغط، وبرضي أقول أنا أحسن من غيري كثير. أقضي وقتي بعد ما أنتهي طبعاً من بيتي وكذا، أقعد أكتب. أنا عندي هواية كتابة، طبعاً هذه عشقي، الكتابة هذه عشقي، فأنا أكتب مدة من عام 1409. تخيط أبرار السويد ألمها كما تصنع في أصعب أوقاتها، تتناسى مرضها عند حكاية قبعة أو ثوب. تعلمت الكروشيه من وأنا صغيرة، ودراستي لحد المتوسط، وما قدرت أكمل بسبب مرضي، بس كملت شغلي بالكروشيه، والحين عندي دورات للكروشيه عن طريق الواتساب، وأنصح اللي عندهم موهبة ووقفوها إن يستمروا في هالعمل. تزاول تلك السيدات هواياتهن المحببة لتصنعن ذكرياتهن الخاصة. المرض جاني فجأة، عشان كذا أنا تأثرت نفسياً في البداية، بس بعدين شفت اللي حولي، في ناس كثير من اللي يغسلون متفائلين متعايشين مع المرض، خصوصاً اللي لهم كذا سنة. رجعت مرة ثانية على شغلي بس على خفيف، لأن الشغل هذا يحتاج مجهود، فرجعت أشتغل على خفيف، وإن شاء الله إن شاء الله أني أكمل وأفتح صالون قريب. الأمل الذي تبثه تلك السيدات في التعايش مع الألم أو صناعة الحياة في أشد المواقف إرهاقاً كفيل بهزم أي مرض أو تحدي أو حتى مشقة. من القطيف، نرجس العوامي، MBC.